يعني وضع المي الحقيقة لا نقول عنه بالوضع الجيد تماما، هناك بعض المشكلات في بعض المناطق نتيجة الضغط الشديد على الطلب على المياه، صحيح قد هذا الحكي يربك التوزيع في بعض الأحيان، هناك مشكلات أخرى يعني تؤثر على عملية التزويد، تبس من إخواننا وأهلنا يعني العذر وأنه يعني يتعاونوا معنا شوية. سيدي العزيز لا تيجي المي على حدا أكثر من 8 ساعات لعشر ساعات في الأسبوع، يعني الحقيقة لا يوجد مناطق كاملة تعاني من لا سمح الله من مشاكل مياه مستعصية حقيقة، والوضع المائي في معظم المناطق جيد ولكن لا تخلو من المشاكل الفردية اللي هون وهناك، وهاي هي اللي بنعانيها احنا حقيقة. بعض المشكلات الحقيقة فعلا في بعض المشكلات مرات تحدث انقطاعات على بعض الاخوة المواطنين، يحدث الباك بالتوزيع بين الفين والاخرى. بدي اقول شغلة واحدة، انه احنا زدنا حصة مياه الري للشهر يعني هذا خلال هذا الصيف عن العام الماضي 30%، احنا نتيجة الظروف المائية اللي احنا بنعرفها بنزود، كنا العام الماضي المزارعين ب 50% من احتياجاتهم للقطاع الري، نتيجة الموسم المطر اللي كان جيد هذا العام رفعنا الري الى حوالي 80%، وبالتالي وضع المياه الري في معظم المناطق ممتاز ما في مشاكل، بس هلا بعرفش اذا النوع المنتج والمزروعات اللي مزروعة الملوخية، انا ما عندي بهذا الموضوع تفاصيل بدها نفهم من